أهلا بحضراتكم. قالت وزارة الصحة والإسكان إن الفيروس المخلوي التنفسي ليس مرضا خطيرا، ولكن نسب انتشاره عالية، وفترة حضانة الفيروس من 4 إلى 6 أيام، وفترة التعافي تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين. طيب، هل الفيروس هيكون ليه أعراض أكتر في الشتاء؟ وإزاي ناخد الإجراءات الاحترازية تجاه الفيروس؟ وإيه الأكلات اللي ممكن تزود مناعة الطفل وترفع مناعته ضد أمراض البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوي؟ والإمتى هيكون مستمر معانا المرض؟ وهل هينتشر أسرع في الشتاء ولا مكمل معانا للصيف؟ للرد على كل الاستفسارات والتفاصيل أكتر هيكون معانا دكتور ناصر رمزي، استشاري طب الأطفال حديث الولادة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم بمشاهدي اليوم السعادة. اهلا بحضرتك. هل الفيروس مختلف عن باقي فيروسات الجهاز التنفسي؟ لا، احنا متعودين كل سنة في بداية فصل الشتاء بتنتشر الفيروسات، فيروسات الانفلونزا التي تصيب الجهاز التنفسي، والفيروسات دي متعددة، ولكن اكثرهم انتشارا الفيروس المخلوي اللي هو الار اس دي، اللي هو الكاركتروسينسيتيا الفيروس، اللي هي الفيروسات، مجموعه الفيروسات المخاطيه التي تصيب الجهاز التنفسي العضوي، بالذات في فتره الشتاء اللي هي فتره تغيير الفصول. مظبوط. طيب، هل في اعراض جديده للفيروس او اي تحورات؟ اي فيروسات، كل فيروسات الجهاز التنفسي يا فندم اعراضها واحده، انها بتسبب انفلونزا، اعراض الانفلونزا العاديه التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، اللي هي الحراره المرتفعه، ممكن توصل ل 39 40 لانها حراره فيروسيه، مع التكسير الجامد في الجسم والانهاك والهمدان الجامد، مع التهاب في الحلق، مع اعراض انفيه زي رشح او زكام، مع كحة، ممكن تكون كحة جافة أو كحة مصاحبة ببلغم. ولو ما تعالجتش هذه الأعراض كويس في أول فترة ليها، دي ممكن تخش إلى مضاعفات، وده بتبقى خطورة الفيروس. إيه هي المضاعفات يا دكتور؟ نعم؟ إيه هي المضاعفات؟ المضاعفات كلها مضاعفات تنفسية. يعني أنا لو الحرارة وكل الأعراض دي لم تستجب للعلاج العادي البسيط في اول فتره ليها، احنا قلنا ان فتره حضانه الفيروس اللي هي الانكيوبيشن بيريود تتراوح من 2 إلى 5 أو 6 أيام. فلما بتنتهي فتره الحضانه وتظهر الاعراض على الشخص المصاب، لو لم يحدث العلاج المناسب ويتم السيطره على المرحله في بادئها، ممكن يخش في مضاعفات هي مضاعفات الجهاز التنفسي، زي التهابات رئويه المختلفه، وزي النزلات الشعبيه الربويه، خاصه لمرضى الربو الشعبي. يعني لو المريض حس باعراض تنفسيه زي صعوبه في النفس ونهجان وعدم قدره على بذل اي مجهود وتقل في الصدر، يبقى ده معناه انه دخل في مضاعفات تنفسيه، لابد عليه ان يتجه الى طبيب او الى مكان طب للفحص. برضه مريض الربو الشعبي المزمن دايما بنخاف من الانفلونزا عنده، انها بتعمل اعراض ثانويه ومضاعفات، ممكن تخش كمان في التهابات بكتيريه ثانويه بنسميها سكندري بكتيريال انفكشن. عشان كده ده السبب ان احنا بنضطر ندي مضادات حيويه لهذا المريض، رغم ان الاصابه فيروسيه، ولكن انا دايما بقول في فيديوهاتي على السوشيال ميديا ان طالما الاصابه فيروسيه لا احتياج لمضاد حيوي، ولكن امتى ادي مضاد حيوي؟ خوفا من حدوث اصابه بكتيريا ثانويه، اللي ده اللي بياكدها ان البلغم لو موجود بيبقى بلغم مش ابيض، يبقى بلغم لونه اصفر او اخضر، او الحاله طولت او الالتهاب الشعبي طول، ده يثبت ان ممكن تكون الحاله تحولت من فيروسيه الى بكتيريه، او اصابه بكتيريه اخرى نتيجة لضعف المناعة للإصابة الفيروسية. طب يا دكتور، أنا عندي سؤال، إحنا إزاي نفرق بين الأمراض يعني بين الفيروس التنفسي ده؟ يعني إزاي نعرف ده برد أو ده مثلا فيروس مخلوي أو إنفلونزا موسمية؟ إزاي نفرقهم عن بعض؟ لأن فعلا أي حد بيجيله أي حاجة من دي بيبقى خايف وقلقان. كل الفيروسات
كل فيروسات الإنفلونزا التي تصيب الجهاز التنفسي كل أعراضها واحدة ومتشابهة لا خلاف أو لا اختلاف بينهم، إلا بس الفيروسات بتاعة الكوفيد 19 المتحورات اللي قلنا ممكن تيجي بفقدان شم وتذوق، وهذا لا يمنع أن في هذه الأونة تكون برضو بعض متحورات الكورونا الكوفيد 19 موجودة تختلط مع الفيروس المخلوي. يعني احنا لا نجزم ان كل الاصابات الحالية هي ترجع الى الفيروس المخلوي، ممكن تكون برضو متحورات من متحورات الكورونا، لان قلنا للناس قبل كده ان الكورونا هتعيش معنا لفترة، بعض المتحورات هتنتشر لفترة، هتبقى عبارة عن انفلونزا موسمية لكن حدتها بتقل نظرا لعوامل كثيرة هي الأنظمة اللي خدها الناس، المناعة اللي الناس كونوها تجاه الفيروس. فكل فيروسات الإنفلونزا يا فندم مشابهة ومتشابهة في الأعراض. طيب إيه سبل الوقاية من الفيروس؟ سبل الوقاية من أي فيروس بتبقى أول حاجة الابتعاد عنه. ابتعد عنه إزاي؟ اللي هو الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية في الأماكن المزدحمة. يعني ممكن نرجع تاني لارتداء الكمامة، نقعد في أماكن جيدة التهوية، ما نختلطش مع الأشخاص المصابين. عشان كده بننصح في المدارس والحضانات كل تلميذ أو كل طفل يصاب بأي مرض من دول أو بالإنفلونزا دي لازم ياخد راحة في البيت. هذه الراحة بتفيدني في نقطتين، النقطة الأولى إنه بيتماثل بسرعة للشفاء حتى لا يدخل إلى مضاعفات، النقطة الثانية إن إحنا بنتجنب العدوى بالإصابة المجموعة الأخرى المحيطة بي. عشان نتجنب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، البعد عن الأماكن المزدحمة، تهوية الأماكن جيدا، والعلاج السريع في ظهور أي أعراض. طيب افرض يا دكتور معلش يعني ممكن يبقى في اطفال الحمد لله يعني ما اتصابتش بالمرض ده، ما اتصابتش باي فيروس تنفسي، ممكن هم كمان يتعرضوا للراحه والانعزال في الوقت الحالي لحد ما الفتره دي تعدي؟ لا انا لا انصح بكده. طول ما الامور ماشيه كويس والطفل صحته سليمه وجيده ولم يعرض لاي اصابه يعيش حياته طبيعي، ينزل مدرسته وحضانته طبيعي. احنا بنقول الكوشن والحذر بنتخذه حينما تظهر الإصابة عند الطفل أو الطالب أو التلميذ. طيب هل الطفل لازم يطعم ضد الإنفلونزا؟ لا، أنا كدكتور واستشاري أطفال لا أنصح بتناول التطعيمات عشوائي عمال على بطال. معنى كده لأن عندي لو عندي 20 مليون طفل هديلهم 20 مليون تطعيم، أنا لا أنصح بكده. لكن بنصح الفئات الأكثر تعرضا لحدوث مضاعفات مثل الأطفال أو الأشخاص قليل المناعة، الأطفال أو الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة الأمراض الربوية المزمنة، ممكن طبيب الأطفال الخاص بيهم ينصحهم بأخذ مصل الإنفلونزا الموسمية. لكن بقية الأطفال وبقية الناس عموما لا داعي للزعر ولا داعي لأخذ الأمطار الإنفلونزا الموسمية بصفة عامة وعشوائية. طيب يا دكتور هل يعني التغذية بتأثر إن هو ممكن التغذية دي تكون سبب في إن هو يتصاب بالأمراض دي؟ وهل في أغذية معينة ممكن تقوي مناعته؟ بلا شك المناعة هي خط الدفاع الأول والأساسي والرئيس للدفاع عن الجسم ضد هذه الميكروبات، خاصة الفيروسات المعدية سريعة الانتشار. ودايما بقول للناس ان المناعة ليست وليدة يوم، انما هي منظومة حياة كاملة متكاملة منذ ولادة الطفل حتى بلوغه الى اقصى واكبر سن. ازاي احافظ على المناعة وازاي اكون مناعة جيدة للانسان؟ دي تشترط التغذية الجيدة منذ ولادته، الرضاعة تبقى قوية وجيدة وكافية لسنوات كافية، التغذية الجيدة، التهوية الجيدة، الرياضة المناسبة لكل سن،
كل الابتعاد عن الأدوية العشوائية. إحنا ده إحنا في مصر يعني بنتميز به عيب سيء أو خصلة سيئة. اسأل مجرب ولا تسأل دكتور. نعم اسأل مجرب ولا تسأل دكتور. دي المشكلة اللي إحنا بنقع فيها. والصيدلي كمان بيلعب دور كبير في الموضوع ده، إن أي مريض يدخله يوصف له مضادات حيوية عشوائي وكورتيزون عشوائي، هذا كله يؤثر سلبا على جهاز مناعة الطفل والإنسان. فلو تجنبنا تناول الأدوية بصورة عشوائية وخدنا التغذية الجيدة والتهوية الجيدة والرياضة المناسبة والفيتامينات المكملة التي تقوي المناعة التي ينقص نقدر نحصل على جهاز مناعة جيد يقدر يقاوم ويعمل ديفنس ومقاومة ومدافعة ضد الميكروبات. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور، وأتمنى أن احنا نكون فعلا وصلنا معلومات مفيدة جدا للمستمع والمشاهد. شكرا لوقت حضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. وإن شاء الله تمنياتي بالشفاء لكل المصابين. يا رب يا رب. أعزائي المشاهدين، بكده نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا. تقبلوا تحياتي أنا إسراء إسماعيل، دمتم بخير، إلى اللقاء.